نعود إذن لنتحدث عن حملة الإفلات من العقاب التي أطلقها ناشطين في العراق وفي الخارج أيضا. تنضم إلينا للحديث عن هذه الحملة المنسقة في هذه الحملة شمس بشير من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. أهلا بك سيدتي. سيدة شمس، إن كنت تسمعينني، إلى أي مدى لاقت هذه الحملة دعما شعبيا في العراق الذي يتعرض فيه الناشطون والمتظاهرون لمختلف أنواع الانتهاكات والجرائم؟ حقيقة الدعم بالعراق كان أكبر بكثير من ما كنا نتوقع. اليوم نشوف احنا حقيقة يعني نسقنا فقط مع جهة واحدة رسميا وهي اتحاد طلبة بغداد، ولكن يعني عدة مدن محافظات عراقية تطوعوا حتى يدعمون حملتنا، مثلا كربلاء والبصرة والكثير من الناشطين والمتظاهرين اللي انضموا إلى اتحاد طلبة بغداد كذلك، وبالإضافة إلى أربيل. إلى أي مدى يعول على مثل هذه الحملات في إنصاف الضحايا والحصول على دعم دولي وأممي لمنع استمرار هذا السيناريو، سيناريو الإفلات من العقاب الذي ما يزال متجسدا منذ الاحتلال؟ يعني الأمل كبير جدا، لأنه لأول مرة الشعب العراقي يتفق على مطلب واحد واضح وصريح، واللي هو إنهاء الإفلات من العقاب. احنا نشوف هذا الشعار وهذا المطلب هو الأساس، هو ممكن يكون حجر الأساس اللي ممكن يحل أغلب المشاكل اللي يمر بها العراق اليوم. طبعا كل المنظمات الدولية اللي نتواصل وياها يدعمون حملتنا ويشوفون الفكرة ممتازة، بس راح نحتاج أكيد وقت حتى نوصل صوتنا أكثر، بما أنه الحملة نوعا ما جديدة. فإحنا نتأمل طبعا خير ومتواصلين لحد اللحظة مع عدة جهات وعدة طرق راح نستخدمها حتى نوصل صوتنا. الحديث عن إيصال صوت سيدة شمس، لأي مدى ساهمت هذه الحملات في إرسال رسالة للسلطات والأحزاب الحالية في العراق بأن المتظاهرين يملكون أدوات أخرى للتعبير سلميا بالتظاهر أو بمثل هذه الحملات؟ أنا أشوف يعني هذه الحملة قوتها تكمن في الشعار الواضح والصريح والقصير. يعني احنا كل اللي نطالب الحكومه به انه يهتمون بالقضاء، وانه يعني لا يكون مسيس مثل ما هو الان. واحنا نشوف انه هذه الحمله بدت تشكل ضغط كبير على الحكومه، خصوصا لانه عده احزاب شبابيه جديده انضمت لنا، وعده منظمات كذلك داخل العراق وشخصيات جدا مؤثره. فاحنا نتوقع يعني يكون تاثيرها جدا قوي. هل يمكن أن تتطور هذه الحملة لرفع القضايا الموثقة ضد مرتكبي الجرائم، ضد المتظاهرين السلميين في العراق، في ظل ضعف القضاء مثل ما أشرتي وعجزه عن محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات؟ بكل تأكيد هذه واحدة من الوسائل اللي راح نستخدمها. يعني احنا كحملة، هذه البداية كانت وقفات في كل العالم، بس هذه مو معناتها هذا الشيء الوحيد اللي راح نسويه. واحدة من عندها هي رفع قضايا، الثاني من عندها راح نحكي مع ويا شخصيات مختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى حملات توقيع، ونفتح يعني مناقشات ومحادثات مع جهات مهمة صار لها سنين هواية تشتغل على هذه الأمور. فإذا تتحد جهودنا احنا كحملة والمنظمات القانونية حول العالم، وأعتقد راح نقدر نسوي شيء أكبر وأكثر فعال. شكرا جزيلا لك شمس بشير، منسقة في حملة إنهاء الإفلات من العقاب، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.